العيد الحلو عيد تأسيس الكنيسة والخمسين رح نبارك الأربعين، ما في أربعين للكل بس حتى نبارك بركة العيد إن شاء الله بالمستقبل يكون في أربعين أكثر. اليوم سائل مش عارفين إنه أنا رح أعمل ردة، ردة الأغربنية اللي هي ردة مهمة جدا بطقسنا، يمكن البعض يكونوا أكيد سامعينها قبل، صراحة حلوة كثير نتشارك فيها مع بعضنا البعض، نحضر الرب يعطينا نعم هالعيد المبارك، عيد تأسيس بلدنا لوليد الخمسين. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، افتقد عالمك بالرحمة والرأفة، ارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين وأسبغ علينا مراحمك الوافة. بدنا حدا بس يحملنا الأربعين. بشفاعة سيدتنا الكاملة الطهار وأجلاء مريم الدائمة البتولية وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطليبات القوات السماوية المكرمة التي لا جسد لها والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المجيد الرسل الذي في كل مليح وآبائنا في القديسين معلمين مسكونة رؤساء الكهنة العظام باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الكامل وآبينا في القديسين نيكولاوس رئيس أساقفة ميراليكية الصانع العجائب والقديسين المجيد الشهداء الظافرين وآبائنا الأبرار اللابسين له والقديسين بطرس وبولس شفيعي هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين جدي الإله يوكيم وحنا وجميع القديسين نتضرع إليك أيها الرب الكثير الرحمة فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. وفي
تقدس الأشياء كلها أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المن، وإلى أبيك الأزل وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن كل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. أغنياء افتقروا وجاءوا، أما الذين التمسوا الرب فيعوزهم شيء من الخير. تعطف على هذه الرعية بمحبتك للبشر التي لا تحد، واسترها بستر جناحيك واحرسها سالما من كل احتيال مضاد. وأما عبدك هذا الكاهن مكاريوس الذي ارتضيت بأن تصيره أرشمندريت، فاحفظه بلا عيب عاملا على الدوام بوصاياك، وساهرا بلا نعس على الرعية المؤتمن عليها، حتى لا يهلك منها ولا خروف واحد مفترسا باحتيال الذئب العقلي. نعم يا رب، أظهر عبدك هذا أهلا لصلاحك، وجمله بكل الفضائل ليصير بأعماله مثالا صالحا للذين تحت رعايته، فيجعلهم يقتدون بسيرته غير المعابة، ويقف معهم بلا دينونة أمام منبرك الرهيب. فإن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. أكسيون. Thank you.
أكسيون.